تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطه لطيف وجميل، شكل الخضار وهو في الصينيه عجبني جدا. معانا فلفل الوان، معانا فجل ابيض لسه الاحمر ما شفتوش في السوق، معانا بصل، ومعانا توم طازه، ومعانا سنه شبت قليله، وعصير ليمون وزيت زيتون. وربنا يعيننا كده ونشوف هنقطع الخضار ده مع بعض ازاي. حلو الكلام؟ حاضر يا غالي، بس ياخد وش، بس اضطر لي ياخد وش، هطلعه لحضرتك وتشوف. مكرونه جامده جدا. قاعده المغازي بتقول ايه؟ اي خضروات ورقيه او غير ورقيه لا يفضل ان احنا نغسلها بعد التقطيع، تتغسل قبل التقطيع، واجباري خس، جرجير، سبانخ، خيار قطعتيه، كرنب قطعتيه، ده ما يتغسلش خالص بعد التقطيع، يتغسل قبل التقطيع، واكتبيها على باب التلاجة الله يوفقك. حلو الكلام؟ طيب اول حاجة هعملها، معانا بصلاية باخدها كده بقطعها شرايح عشان اخدم عليها شوية. البصلية دي هتاخد في ليفر، زيت زيتون، تومة، شوية سماء، سنة شبت، عصرة ليمون زي ما هي كده، واحطها هنا وادلعها، سنة شبت صغيرة عشان ريحة البصل وبقنا، فص التوم الحلو ده، ورقتين نعناع أخضر. حاضر حاضر، هناخد النعناع ده كده حطيناه برضو عشان ريحة بقنا، عصرة ليمون على البصلة دي عشان تدبل، زيت زيتون على البصلة دي عشان تدبل، رشة ملح حلوة على البصلة دي عشان تدبل. أنا أحب أبعد الحاجات كده عشان أتمشى في المطبخ وأشوف جماله. سنة كمون عشان مشاكل الفجل والقولون، واخد ايدي كده اللهم صل على النبي واعمل كده. هي دي التركايه. اي حاجه بقى تقطعها على البصل دي هتديك طعم. حبيتين طماطم وشويه خيار بقت سلطه، جرجير وخس بقت سلطه، فجل وخس وجرجير بقت سلطه، كرنب يتقطع على الخلطه دي بقت سلطه. وانا شغال كده حلو كده، اغير ده كده عشان اقطع بقيه الخضار واحنا مع بعض. الخضار اللي موجود عندك بقى، سيبك من اللي انا جايبه ده. انا عامل النهارده فجل وجرجير، انت ممكن تحط خس وجرجير، ممكن تحط كرنب وفجل مثلا، ممكن تكتفي بالجرجير بس حسب الرغبه.